ما كبرت في عيالي، يا ما صغرت بشوات. واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده، خلصت الحسابات. يا ما قلبت اوجاع، يا ما غيرت اوضاع، يا ما رخصت غاليين، يا ما بينت انواع، يا ما فتحت ابواب، يا ما قفلت ابواب، يا ما خربت في بيوت، يا ما طمعت بياع. خبريها فوزية، بنادى عليكي من تحت بقالي ساعة. ايه ما سمعنيش؟ لا ما سمعاش. طب تعالي تعالي اقولك على حاجة. قولي إيه؟ قولي يا اختي. شوفي، انا ما قصداش اتدخل بينك وبين اخواتك، انت عارفاني ماليش صالح. انا بس كنت عايزة اقولك يعني ان اللي بيحصل ده عفش. لا اتدخل يا جبرية، ما انت زي اختي برضك. طيب اوعي تصدقي انه محتاجين، لا ده ملعوب. وحتى لو مش ملعوب، ان كان على اخويا انا اديله نن عيني من جوه وعن طيب خاطر كمان، انما طول ما وراه العقربه كريمه دي ما هيطولش مني مليم احمر. صح يا بت، صح كده. انا كنت عايزه اقول لك كده. والبت ناديه دي كمان لازم ما نخشش البيت تاني، دي بت قليله الادب عايزه تتربى. هقول لك ايه، ما هي كل ما تمشي من البيت اخوك يجري يجيبها، ده انا غلبت معاه. خلاص انت عليكي مروان وانا علي عبد الحكيم. لا يا اختي ما اقدرش. يقولوا ايه طفشت مرات ولدها؟ لا 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 لا، وانا حسيسه اسمع كلمه كده ولا كده هتجموت. لا بعد الشر يا اختي، اصل البت ناديه دي زي عمتها واقطع دراعي، اما كانت بتنجل لها كل كلمه وكل حرف بيتقال في البيت هنا. طبعا وده عايزه كلام، بس قوليلي
نعمله ايه؟ معرفش، بس لازم أن الواد مروان ده يكرهها، يشوفها كأنها عزرائيل قدام. يا اختي حياتك عندي، ما خلت حاوي ولا مخاوي الا ما روحت له، فيش فايده. حاوي ايه ومخاوي ايه؟ انت عايزه تخطيط على كبير، حاجك ده تخلي الواد مروان يشوفها جرده يحلف ميت يمين ما تخش البيت تاني، وابوها عبد السلام ينكسر قلبه. يا سلام يا فوزيه، يوم المونه يا اختي، وساعتها اجوز ست سته على مزاجي. انا اللي غلطان، انا اللي عملت كده في نفسي. ما تحطش في بالك، ما تحطش في بالك يا عم، كل حاجه هتتصلح، وابوي انا اللي هكلمه، بس انت لازم تجيب الراجل اللي نصب عليك ده. هيحصل، وحق جلال الله لا يحصل. قول لي يا عم انت عامل ايه؟ والله مش كويس يا مروان، اللي حصل ده خلاني عرفت اني ما كانش لازم اسيب البلد واصل. هو ايه اللي حصل؟ لم يحضرك اكتر من كده، ده انت اللي بتجيب الفلوس. ما عاد شوف العمر يا مروان، البنات كمان كبرت. بنات عمي رجاله. بقول لك ايه يا مروان؟ قول. بتبقى تجيب مرتك واختك وتيجوا تزورونا؟ هيحصل. يعني احنا المفروض ان احنا نوض بعض؟ هيحصل يا عم، انا كنت بفكر بكده، وابوي انا اللي هكلمه وافهمه على الفوله. والله ابوك ده يا اخي انا مستغرب، يعني يكفي الموبايل وما يقولش لحد هو فيه. انت عارفه. لا 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 لا، علي الطلاق، انت راجل اي كلام؟ ازاي تنزل البلد من غير ما تعد علي؟ والله العظيم تلك احلف بالله العظيم ولا تخطها على لسانك. انا زعلان، زعلان قوي كمان. انت المفروض اول ما تنزل البلد هنا تعد علي. والله كنت جاي لك. جاي لي؟ جاي لي ميت بعد ما الليل يدخل علينا ولا ايه؟ وبعدين قوم يلا تعال نتغدى مع بعض. يقوم روح فين يا عم؟ ولا كلمة. انت كيف تسيب البنت تطلع من البيت؟ هي اللي هبت وخدت فدلها. خدت فدلها؟ تديها بالجزمة، تحبسها في الأوضة وتقفل عليها بالمفتاح. أنا زهقت، زهقت زهقت يا ولد، دي غيرة نسوان وشغل حريم مش هيخلص. يا عبد السلام، النسوان محيرينه يعمل ايه الراجل؟ أمه ومرض. أمه طبعا، أنا بقول لك أها، أمك لو عملت فيها ايه تقول لها كمان، وزيدي يا خالة، ولو فتحت خشمها تعال قول لي. والله يا عم انت اللي بتصبرني على اللي انا فيه. طيب يلا نقوم نتغدى وتاخد مرتك وانت ماشي، وبعدين اتوحشت عمك عايز اقعد معاه شوي. يلا يلا مروان يلا. تفضل يا عبد السلام. رد بقى يا عبد الله، رد، قلبي وقع في رجلي، رد. الصبر يا رب، الصبر يا رب، الصبر يا رب، الصبر من عندك. في ايه مالك؟ ما تقلقنيش عليكي. مفيش حاجه، سيبيني في حالي يا زينب والنبي عشان خاطري، سيبيني. لا انا مش هسيبك في حالك، انا عايزه اعرف في ايه. يا بنتي بقولك سيبيني في حالي، وما اقدر هتفتحولي. انا عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط يا ماما، عشان انا خلاص مخي هيشت مني. عايزه تعرفي ايه اللي حصل؟ ايوه يا ماما عايزه اعرف ايه اللي حصل. ان النوس يا اختي بتاع امه، اول ما عرف ان ابوكوا فلس طفش، خدله في سنانه وقال يا فكيك. وامه اول ما شافتني ما صدقت، كانها لقيت لقيه قدامها، وهاتك اديله. يا دماغي، دماغي. هو مين ده اللي فلس يا ماما؟ أبوك يا زينب، أبوك فلس. لا لا فهميني، أنا مش فاهمة حاجة خالص. والله العظيم أبوك فلس. لا الحقيقة. تعالي تعالي اقعدي. دماغي يا أختي، دماغي يا أختي. أنا مالك، أنا مالك يا حبيبتي. دماغي. ماما اطلع من الحركات دي يا ماما. دي يعني شكلك كده كنت بتسأليه هو بيحبني ولا لأ، عشان يعني خايفة عليا مش كده؟
ما سألتوش يا بنتي ولا كلمت معاه. هو عارف من السوق، السوق كله، السوق كله عارف ان عبد الله فلس، عشان كده ابوكو سافر راح لاخوه في البلد ياخد منه مراسه. يمكن يقدر يحل ازمته دي، يمكن. يا دماغي. وديني اوضتي. يعني ايه؟ يعني كل حاجه، كل حاجه يعني خلاص بقينا على الحديده ولا ازمه وهتعدي وخلاص؟ بنت انت، انت بالذات دونا عن اخواتك، مش عايزه اسمع اسمك خالص، مش عايزه اسمع صوتك، بتنشزي وحشه. امشي. والعمل يا ماما؟ امشي بره، العمل اسود ومنيل على دماغي يا بنت. امشي من خناقتي يا بنت. لازم اعرف برضه ايه اللي حصل. امشي يا ريتان. لما يجي ابوك يا اختي بقعدي معاه واساليه، اساليه، مش عايزه اسمع صوتك يا بنت. ما اهدي بس شويه، تلاقيكي فهمتي الموضوع غلط من بابا. لا لا يا شهد، ما فهمتش غلط يا بنتي. وابوكي لو عارف ان الموضوع فيه سوء تفاهم ولا فيه غلط، ما كانش لابس وتهندم وعصر على نفسه شوية ليمون ونزل لاخوه عشان يطالب بحقه وبورثه عشان يفك الازمه اللي احنا فيها. بابا لا يمكن يعمل حاجه زي دي الا لو فعلا في كارثه. يسلم في امك يا حبيبتي، يسلم نفوخك ودماغك. احنا فعلا في كارثه كبيره قوي، كارثه ملهاش حل. سيبك انت من كل ده، المهم يا حبيبتي ان انت كويسه وبابا كويس. ايوه احنا مش خايفين على الفلوس. فلوس ايه بس اللي بتتكلمي عليها؟ المهم انتم. يا ريتها كانت مشكله فلوس. لا، المشكله اكبر من كده. بعد الكارثه اللي احنا فيها دي، ابوك طلع مديون، الراجل شريكه اللي كان مشاركه الحرامي ابن الحراميين، خد كل الفلوس بتاعت القرض اللي ابوكو عاملها باسمه وطفش فص ملح وداه. انا خايفه على عبد الله قوي، مش عايز ده يتبهدل بعد العمر ده كله. كان مستخبلنا فين ده بس يا رب، كان مستخبلنا فين ده بس يا رب. رايحة فين يا زينة؟ هكلم يا ماما مدير البنك اللي بابا واخد منه القرض، أنا أعرفه كويس، هكلمه أشوف الوضع عامل إزاي. ما تريحي شوية يا ماما، ما تفكريش في أي حاجة، طز في أي حاجة. طز؟ طز. طز في اللي أبوك رايح له، وطز في العقربة ومراته، مرات أخوه. أنا صعبان علي أبوكي، هيقف قدامهم ويتذللهم عشان خاطر الفلوس. يا ما قلت له اطلب ورثك، اطلب حقك عشان يوم من غير زي ده. ما سمعش كلامي، أبوكي ما بيسمعش الكلام، ما بيسمعش. ماشي. انت بقى برضه ما بيردش. انت بتكلمي مين؟ مش هستريح الا لما اديله كلمتين في جنابه. انا هوريه ايه الاسلوب ده. انسي خلاص ده، انت حتى لو شفتيه في اي حته في الشارع ولا كانك شفتيه ولا تعرفيه قبل كده ولا كأني شفته. ده ايه؟ هو انا هسيبه؟ حياة امي ما هسيبه. استني ثانية واحدة مدير البنك. الو، ازاي حضرتك؟ انا زينب عبد الله. الحمد لله كويسة.
أنا بس كنت عايز أستفسر من حضرتك عن حاجة تخص بابا بعد إذنك. أوكي. الحقوني. شكرا. الحقوني. في إيه؟ ماما وقعت مني. إيه؟ ماما. ماما. مالها؟ ماما. في إيه؟ ماما. شلون معي؟ شلون معي؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ بالراحة. على مهلك. سنديها. على مهلك. واحدة واحدة بالراحة. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. ألو دكتور محمد. عبد الحكيم راسه ناشفه صح وجلبه جامد، بس والده حلال ومش هيسيبك، وانا عارف الكلام ده. انا ما اعرفش اعمل ايه يا عبد السلام. على اليمين انا لو لاقي سكه تانيه لا كنت اتكلمت في حاجه ولا طلبت حاجه. انت مالك بتتكلم كده كانك بتاخد حق مش حقك؟ ده مالك؟ ورثك عن ابوك انت كنت سايبه بمزاجك، مش معنى ذلك ان انت مالكش فيه. انا قلت يعني طالما ربنا كرمني وفتحها علي خلينا حبايب احسن، واذا كانت الفلوس هتشيلنا من بعضينا بلاها الفلوس من اصله. بقول لك ايه؟ اجمدك ده، انا عايزك راجل من الاخر، ولازم تعرف ان اخوك يديك عينيه التنين، بس اهم حاجه تبعد العقرب اللي عايشه معاه ده. يا عم لا ابعد ولا قرب، ماليش فيه. اقول لك انا هقوم عشان الحق اروح. تروح فين؟ انت هتبات هنا النهارده وانت حابب تمشي في الضلمه دي؟ دري يا عبد السلام، هيك ما عرفش اختك كريمه انت، زمانها قلب الدنيا. كلمها في التليفون يا اخوي. ما ينفعش يا عبد السلام. لا يا مروان. طب احجولك انا مش عاوز اعيش معاك، اقول لك طلقني. البت دي عايزه قطع رقبات. يا عبد السلام البنات ما تجيش بالعافيه، تجي بالراحه بالحنيه. انت اتجننتي يا ناديه؟ اتجننتي؟ بتبجحها فيا وبترفع حسك كمان؟ انا خلاص زهقت، ما عادش عندي طاقه. قسما بالله انت لو مكاني ما تتحمل دقيقه واحده. امك صعبه قوي، واللي زاد وغطى الست فوزيه وكنتسه شمس. ايه يا بنت صوتك عالي ليه؟ انا مش هروح معايا ابوي الا لما يجيب لي حقي، ويوعدني قدامك انه هيجيب لي بيت ليا لوحدي. مروان ممكن تسيبنا لوحدنا؟ اسيبها كيف؟ اسيبها كيف يا عم؟ وني من فضلك يا مروان سيبنا دلوك. أطلقك؟ ايه يا بنت؟ عايز الناس تقول ايه؟ عبد السلام ما عرفش يربي بنته؟ انا مش قليله ولا رميه عشان يعملوا اللي عملوه وارجع لهم تاني. تعملي ايه يا بنت؟ انت عايزه تعملي ايه؟ هتعمل ايه؟ هتضربني؟ برضه هعمل اللي في راسي، مش كفايه اللي عملته فيا؟ عملت فيك ايه هاني بقى؟ خاب املي، طلعتني من العلام وانا كنت احسن واحده. كان زماني دلوقتي دكتوره ولا مهندسه، لما كانش في حد في الناحيه كلها في عجلي ولا نبهتي. صح ولا انا غلطانه؟ هي صح، واخرتها ايه؟ كنت هتتجوزي وتقعدي تخدمي بيتك وعيالك. لا كانت هتفرق قوي يا ابوي، ما كانش حد رفع عينه فيا وقال لي جوزك متعلم احسن منك وانت يا دوبك محصلاه بالعافيه. كان زمان راسي براس كل اللي في البيت. بقول لك ايه يا بنت؟ بلاش الكلام الخايب ده وروحي روحي مع جوزك. لا ده مش كلام خايب، دي الحقيقه وده اللي حصل. وانا من النهارده وطالع مش هسيب حجي ابدا، وهو ما كانش هيرجع لي حجي ويحمي كرامتي يسيبنا احسن. انا مش عاوز ارجع البيت ده خالص. هو انا بتحايل عليك ولا ايه؟ ها؟ ارجع بيت جوزك. طب خليك فاكر ان انت اللي بتجلي مني، وانت اللي بتخليهم يرفعوا الشبشب فوق دماغي، وانت السبب يا ابوي. يعني هي دلوقتي كويسه يا دكتور؟ اه تمام الحمد لله، بس الضغط عالي عليها شويه. هي مش المفروض بتاخد دواء ضغط؟ اه بتاخد الدواء. طيب انا كتبت لها الدواء ده كمان، ويا ريت تاخد الاثنين بانتظام ان شاء الله. بس انتوا يا ريت ما تزعلوهاش، هي شكلها كانت زعلانه من حاجه جامد قوي. ماشي يا دكتور. عندي
يا ماما بقى، بس يا ماما انت مش سامعه بيقول ايه. بس يا حبيبتي بس دماغي بتوجعني قوي. ما تنساش تقول لابوك اني جيت وما لقيتوش. حاضر يا عمي. لما ياجي يبقى يكلمني في التلفون. انا بقول اتبات عندنا النهارده. لا انت عارف مرات عمك ما تقبلش ان ابات برا البيت. يلا سلام عليكم. مع السلامه يا عمي. مروان تعال. كان بيقول لك ايه؟ بقول ايه يعني يا اما؟ انت كان لازم تمسكي فيه عشان يبات عندنا. قلت له مرضيش. ومالك زعلان مني ليه؟ عمتك فوق، روح اسأل. تعال هنام. هتروح فين وتسيب لنا المطينة دي؟ مطينة مين؟ نادي يا اخوي. قلت لك طلقها، ما تسمع كلامي. بدي دي فجرية وهي اللي فجراك. راح فين وما بتردش علي؟ شغل شغل يما، عندي شغل. سلام اخوي. واتخايب. ايوه 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 عشان تعرف بس انك انت ندل. يعني انا جيت وسلمت عليك وعامله معاك احلى واجب وبرضه ما حاولتش ان انت تنزل تقعد معايا. كنت لسه هنزلك. اتفضلي. انت زي ما انت، ما بتحبش تروح لحد. اقعدي. انت فاهماني غلط. لا فاهمك صح قوي. وانا بقى لما كنتش فاهمك صح ما كناش بعدنا عن بعض. لو كنت فهمتيني صح كان زمانك معايا لحد دلوقتي. وكنت عملت لي ايه بقى ان شاء الله؟ لبستني الجرجرة والبرقع وقعدتني في البيت. وماله؟ انت طماع يا عبد الحكيم. انا عمري ما كنت طماع. لا طماع، وما بتحبش الا نفسك. والمشكله بقى انك انت مش شايف ده، وشايف كل اللي انت بتعمله صح، وعايز كل الناس تمشي وراك وتقول لك امين، رغم انك انت بتخسر كل الناس اللي حواليك وبرضه ما بتحرمش. انا قطر ماشي في الدنيا وليه محطه هيوصل لها، واللي عايز يبقى معاي يركب القطر. فاهمة؟ طب انزل في محطة الناس اللي عايزاك، الناس اللي بتحبك. اللي بيحبني يركب القطر معاي، وإلا ملوش عازة. انت زي ما انت مش هتتغير أبدا. على كل حال ايه رأيك؟ انا عندي شو حلو قوي النهاردة، انزل كده سلي نفسك معاي. لا ماليش نفس. ايه؟ ما بقيتش تقدر على السهر زي الأول ولا ايه؟ هو فين سهر زمان وقعدات زمان؟ السهر دلوقتي بقى ماسخ ملوش طعم. شغلانة بيعملها اللي عايز يها بقرشين مش عشان يبسطك. في دي بقى عندك حق. عبد الحكيم اوعى تسيب الاوتيل من غير ما تقولي. حكيم انا زعل قوي. وانا اقدر برضو على زعلك. على السلامة. وبعدين في الورطة دي. والله ولد حلال. تعال اشرب معايا القهوة. اشرب معاك ايه؟ ما يصحش. هو ايه ما يصحش؟ ما يصحش دلوك. انا عايزة اخلص معاك موضوع بتاعي ومش هنام ولا يرتاح لي بال الا لما انهيه، ودي فرصة. تعال بس تعال. ما يصحش ما يصحش يا فريدة. هو ايه ما يصحش؟ اللي اكادة انا اول مرة اشوف راجل بيتكسف. بيتكسف؟ أنا خايف عليكي. الناس هيقولوا إيه؟ خايف عليا من الناس؟ سيبك من الناس وحكاويها، الناس مش هتبطل كلام. المهم قهوتك إيه؟ مفيش داعي. طب سكت عليك النبي، لا تتعشى معايا النهاردة، إيه رأيك؟ يا ست فريدة ما يصحش يا ست فريدة. إيه ست فريدة؟ ست فريدة دي؟ بقول لك إيه؟ أنا اسمي فريدة.
مش حال ان احنا طول العمر جيران وانت كنت حبيب المرحوم الروح بالروح. الله يرحمه. انا عامله جوز حمام انما ايه بيستاهلوا خشمك. اصلا انا كنت حاسه اني هفتانه وضعفانه كده، قلت اتجوت اهم من حظك ونصيبك. تعال بس تعال. يلا هسيبك بقى عشان الحق انام عشان اصحى اشوف شغلي. استنى هتروح فين؟ انا هستحمى في السريع ونروح نقعد شويه على القهوه. لا قهوه ايه، انت همك حاجه؟ ما انت صاحب المال يا سيدي، ما حدش هيقول لك تلت التلاته كام ولا كاني ولا ماني. انا لازم انام عشان اصحى اشوف شغلي عشان اخوك مروان ما عندوش اعذار. على كيفك. السلام عليكم. بتعمل ايه؟ وجعت قلبي. عارفة لو امي ولا فوزية شافتك هيعملوا فيك ايه؟ وطي حسك. تعال تعال تعال. انت مش هتحرم؟ لا مش هحرم. طب ايه رأيك ان انا هقول لامي انك كنت بتصنطي عليها؟ كده يا حسن؟ وانا اللي بقول عليك احسن واحد في البيت ده وانت اللي ناصفني؟ فين جوزك؟ أنا عارفة طلع. أنت مش خايفة يكون متجوز عليكي؟ يقدر يقدر يتجوز عليا، أخوك بيحبني بيموت فيا. المهم أنت كنت بتتصرمح فين؟ بتصرمح؟ ماشي يا نون، هسامحك بس عشان أنت طيبة وبنت حلال. آه بقول لك إيه، ديري بالك عشان أمي شايلاكي فوق نافوخة وزعجة، ولو شمت ريحة الجريبة من الباب هتولع فيكي. ليلتك سعيدة. تولع فيه؟ مطرح ما يسري يمري. بقول لك ايه، انا ممكن اعمل مشكله مع ابوك بس بقول الطيب احسن. ما تزعلش مني، يعني فارد قوي واخد بباله ان اللي يقول عليه الناس تقول عليه امين، بس مش علي. انت ما تعرفيهوش، طيب قوي. طيب مش طيب دي حاجة بتاعته. بس انا عشان خاطرك انت ساكتة، وقلت ننهي الحكاية دي ونحلها ودي. انا بقول نتكلم الصبح. هو في ايه مالك؟ زي ما يكون في حاجة بتقرصك وانت قاعد. مش للدرجة دي. ايوه كده، فكها واضحك، الدنيا مش مستاهلة حاجة. شوف أنا مش زعلانة من الحج بيعمله، بس الحج حق. هو طلب وأنا قلت لا. ما ينفعش يبقى خلاص ولا إيه؟ أنت صح. طيب أنا عايزك تقول له إني فريدة مش واقفة قصادك ولا بتعاندك، بس أنا يعني زي ما أنت شايف ست وحدانية، بصرف على نفسي وبعمل كل حاجة لنفسي. يعني زي ما بيقولوا كده، ولية محتاجة ليوقف جارها. معاك حق. إلا بالحق، أخبار نادية إيه؟ كويسة؟ هي مش ناوية تجيب لك عيل كده يملى عليكم البيت؟ ما تاخدها للحكي. الموضوع بتاعك هنتكلمه في الصبح. هتيجي تاني؟ اه هاجي. ولا تحب اجيلك انا؟ لا ما تتعبيش روحك. متشكرين على الحمام. ده انت مفيده. نعم. اعملي لي قهوه هاتيها على جو. حاضر. يعني ايه مش فاهمة؟ يعني لو كلام مدير البنك ده
طلع صح؟ يبقى حتى لو بعنا البيت اللي احنا قاعدين فيه ده برضه مش هنعرف نسد الدين. ونبيع ليه ان شاء الله؟ هو احنا فقراء؟ ده احنا عندنا ارض وتجاره وورث يخلونا ملوك. وانت بقى يا ست الملكه فاكره ان عمك ومرات عمك هيدوكي كده ارضك وتجارتك وكل الحاجات دي بسهوله؟ يعني هو عنده استعداد ان يشوفه بيتسجن ويسكت؟ ده يوم المونة بالنسبه لعمك ومرات عمك واولادها كمان، ده زمانهم عاملين فرح دلوقتي. خلاص نرفع قضيه. وهو ابوكي بقى هيرضى يقف قدام اخوه في المحاكم؟ الله، اشمعنى هو عنده استعداد انه يشوفه بيموت وهو ساكت؟ انا هقوم اكلم المحامي يجي بقى ونشوف هنعمل ايه، بدل ما انت محاميه كده على قدك. اوعي تعملي حاجه زي كده، بابا لو عارف هيزعل جدا على فكره. وبعدين هو بس اللي من حقه يقرر هيعمل ايه وامتى. يا سلام، واحنا بقى نقعد نتفرج. يا ستي استني بس لما يجي ونعرف هنعمل ايه. انتوا ايش عرفكم يعني الامور اتحلت ولا ما اتحلتش؟ من الواضح ان الفلوس بتلحس عقول البني ادمين. او عمك ده من نفس نوعيه البيه اللي كنت هتجوزه، هو ومراته وعياله، الفلوس هي امهم وابوه. انا بقى من زمان مش عاجبني الحال ده. انا ليه حق؟ هاخده يعني هاخده، ان شاء الله ارميه في الشارع ارميه في البحر، المهم مش هسيبه لهم وخلاص. بابا مش سايب حقه، انتوا بس فاهمين غلط. هو النظام عندهم في العيله كده، الكبير هو اللي بيحكم في كل حاجه، التجاره بقى والمال كل حاجه. غلط مش صح. وابوكي موافقته على الكلام ده من الاول غلط، وهو لما ساب كل حاجه من زمان لحد دلوقتي خلاص اللي خدها اعتبرها بتاعته، حقه وملكه. ولما تيجي تطلبيها منه كانك بتطلبي حاجه بتاعته مش بتاعتك. كلامك صح يا شهد. زينب. ماما. زين ريتيل. خلي بالك تفتح بقها بحرف ولا تقول له ان هي عرفت اي حاجه. هو مش ناقص، مش عايزين يشيلوا هم اكتر من اللي هو شايله. فاهمين ولا لا؟ حاضر يا ماما حاضر. كفايه اللي حصل له، استرها معانا يا رب، ارشدنا للطريق الصحيح، استرها معانا يا رب، يجيبك بالسلامة يا عبد الله ويهون عليك. اوعوا يا بنات اوعوا، لو عارف ان انتوا عرفتوا يجرى له حاجة وتبقى انتوا السبب. ربنا هيفرجها ان شاء الله. ربنا هيفرجها. لو سألكوا في ايه قولوا له ماما وقعت في الحمام تعبانة شوية بس. استرها معانا استرها معانا يا رب. عملت قهوة زينة؟ هو في حد في البلد كلها يعرف يعمل قهوة زيي؟ يوه فيه، مالك؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ لا شارب ايه؟ ده انا فايق وفايق قوي كمان. طب بعد عني عشان امشي. يا بنت الحلاوة دي والله صرخ ولم عليك الناس. صرخي؟ انا عايز الناس كلها تعرف انك معايا هنا. يعني مش همك؟ مش هممني يا ست جميلة. انت مجنونة. انت اللي اتجننت وباين عليه خلاص مخك ضرب. طب لو قلت لك اني بحبك. بحبك؟ تحب ايه؟ هو انت تعرف تحب؟ اعرف، ما اعرفش ليه. وهتحبني على ايه يا حسره؟ على مالي ولا على الحسب والنسب؟ على جمالك يا بت، خرب بيتك على بيت حلاوتك. هو انا مش عارفه بقى، انت عامل خاصيه للتليفون ولا انت مديه نمره مضروبه؟ انا بحاول اكلمك من امبارح. خير؟ يعني اولا انا كنت جاهزه بدل عليا. ما انا قلت لك اعتبري هديه من عندي. انا والله مش عارفه اقول لك ايه، انا متشكره قوي
وأسفة مرة تانية. أسفة على إيه؟ هو أنا متطفلة عليك ولا حاجة؟ لا لا أبدا. طيب تتمد معي؟ يعني لو ما فيش عندك مانع. أنا ندى إسماعيل. عبد الحكيم عبد الجواد. أنا هستني فيلم. أنت كنت هنا ليه؟ الصراحة يعني أنا ما كنتش نازلة هنا ولا حاجة. أنا كنت معزومة. كيف يعني؟ بصراحة بقى أنا مش عارفة أنت هتفكر فيا إزاي، بس أنا مش متخيلة إن في حد كده محترم زيك الأيام دي. بص بقى، أنا مش عايزة أخسرك، وكمان مش هكدب عليك، أنا كنت معزومة مع ناس صحابي نقضي اليوم يعني، وبصراحة بقى اللي كان متكفل باليوم طلع رخم، طلباته أوفر. كيف يعني؟ أوفر يعني. فهمت. لعلمك أنت، أنا بحب أخرج أتفسح ألعب، إنما ما صحش زاد عن اللزوم. إيه؟ هو أنا تقيلة قوي على قلبك للدرجة دي؟ عامة أنا متشكرة قوي وأسفة مرة تانية. إحنا لسه ما تعرفناش على بعض. أنت بتشتغلي؟ لا. أمال عايشة منين؟ أهو بقى. لا لازم تشتغلي، أيوه، عشان ما تحتاجيش لحد، هو ده الصح. أنت عايشة مع مين؟ مع جدتي. مع جدتك؟ فين؟ في مصر الجديدة. آه مصر الجديدة؟ آه مصر الجديدة. لعلمك بقى أنا من عيلة كبيرة وكبيرة قوي كمان، بس هو يعني الزمن. أيوه مصر الجديدة؟